عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعتكم اليوم في فيديو جديد وفي دبارة جديدة. اول حاجة نخفيني من وقت ونصلوا فيها الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم ان شاء الله دبارتنا باش تكون خفيفة ظريفة، يعني من الطبق الرئيسي حتى للسلطة. ديما نحاول هكا نعطيكم افكار جديدة، وديما نحاول اني نعطيكم يعني شنو نطيب انا في الدار. وبالطبيعة انتم من الدبارة هذيك تنجموا تستخرجوا دبارة ليكم، كسوا يعني حاجة واحدة وإلا الكل. كيف ما شفتوا دبارتي اليوم هي هشلة مطوق، يعني سموها هما اللي هنا في تركيا، اللي هي يعني الدجاج مصموط. هو ماهوش مصموط يعني طيب كيما المرقة الزعرة عنا في تونس، هما يسموه هشلة مطوق يعني دجاج مصموط. حطيت في الطنجرة شوية زيت نباتي لهنا كيف ما تشوفوا، نقص يعني البصل باش نقصه كيف ما شفتوا يعني عشوائي، مش بالضروره يكونوا الطروف كبار والا صغار، خاطر بيجاب شي يذبل ويبقى ظاهر يعني في الصوص. كيف ما شفتوا نقصه بالطريقه هذه. بالطبيعه عندي ديما راني نقول لكم بالنسبه ليا يعني الدبار اللي باش نحضرها نتاع 3 من الناس ديجا تو تشوفوا، باش نحط 3 فخاذ نتاع الدجاج. يعني انتم تنجموا تضاعفوا الحجم نتاع تضاعفوا الكميه والا تنجموا تنقصوا، راهو مش مشكل. اذا انتم معناها العيله تبدا كبيره بالطبيعه تنجموا تضاعفوا الكميه تحطوا اكثر. كيف ما شفتوا البصل قصيته بطريقه عشوائيه، يعني مش مهم الطروف صغار ولا كبار، بطبيعته باش يتذبل شويه. لهنا كيف ما شفتوا حطيت الزيت وحطيت البصل، وباش نحط طروف الدجاج بالطبيعه هذا باش نقليه تقريبا دقيقه دقيقتين، وباش نحط عليه الفخاذ نتاع الدجاج. الفخاذ نتاع الدجاج حطيتهم بالجلده نتاعهم بالطبيعه، نظفتهم بالباهي، حطيتهم في القارص والخل بالباهي وبعد نظفتهم. باش نحطهم بالجلده نتاعهم علاش؟ خاطر كي تيبونا في وسط الصوص هذاك باش ما يتفترشوش، يعني يبقوا كاملين نقولوا نحنا. ولهنا كيف ما شفتوا 4 سنات نتاع ثوم، زاد باش نقصهم هكا طروف. الثوم على فكره راهو يبنن الانواع هذه نتاع الماكله. كيف ما شفتوا نحاول باي طريقه اني نبسط لكم، نحاول اني نوصل لكم فكره، نحاول اني يعني ما نخليكمش تحيروا. ديما تلقوا دباره هكا يوميا تقوموا تحلوا الفيديو، تحلوا القناه تلقوني مهبطه فيديو، حلوه تلقوا فيه دباره ومن غير ما تحيروا ومن غير ما تبقى تخمم. كيف ما شفتوا حطيت الدجاج كيف ما قلت لكم بالجلده نتاعو باش الدجاج نتاعنا ما يتفترش في وسط الصوص هذاك. الدجاج حطيته مع البصل باش يتقلى شويه يشد روحه شويه، وبالطبيعه من بعد باش نكملوا المكونات الاخرى. بالنسبه للمكونات الاضافيه عندي زوز كعبات نتاع سفناري متوسطين، وكعبتين بطاطا متوسطين قصيتهم زاده تو تشوفوهم بعد. الطروف نتاع سفناري قصيتهم خشين شويه خاطر السفناري جديده يعني في سعطيب. انتم بالطبيعه السفناري اللي عندكم تعرفوها في سعطيب ولا، وبالطبيعه البطاطا زاده كيف كيف. لهنا كيف ما تشوفوا هذا الدجاج نتاعي يتقلى شويه كيف ما تشوفوا، خليته تقريبا 3 دقائق هكاك في الزيت والبصل. وبالطبيعه باش نكملوا نحطوا الفحات نتاعنا، باش نكملوا نحطوا السفناري والبطاطا كيف ما قلت لكم. هذه اللي هنا كعبتين متوسطين نتاع السفناري، شوفوا الحجم نتاعها كيفاش قصيتها كيف ما شفتوا. وهذه البطاطا كيف ما تشوفوا قصيتها على 4 بالطول، حطيتهم الكل مع بعضهم باش نقليهم تقريبا دقيقه هكاك، نخلطهم بالباهي مع البصل والدجاج. وبالطبيعه باش نحطوا الفحات نتاعنا اللي هي فلفل مهروش، تابلو كرويه، فلفل اكحل، وشويه كركم. مش باش نحط برشا الكركم، باش نحط شويه بركه. لهنا تو باش نفوح نحطيت الفلفل المهروش، باش نحط فلفل اكحل وشويه تابلو كرويه، وباش نحط شويه كركم شويه بركه جوست باش يبدل لي اللون نتاع الصوص يعني تولي لي صفره. ما نكثرش، انتم بالطبيعه اذا تحبوا تكثروا حطوا يعني مش مشكل. ونحط الملح انا لهنا خاطر يعني ما ياكلوليش برشا الفحات، علاش؟ خاطر ما همش متعودين عليها توجع لهم المعد نتاعهم، وخاصه الحار والا الكركم. خاصه عندي مثلا راجلي يقلقوا الكركم برشا، كي نحط شويه بركه ما يتقلق جام، كي نحط برشا يتقلق. ولهنا نمرق بالماء كيف ما شفتوا، الماء لازم يفوت المكونات هذيك الكل، يعني يغم لنا الدجاج بالخضره هذيك. نغطي الطنجره نتاعي ونخليها تطيب على راحتها.
كيف ما تشوفوا هذا الدجاج نتاعنا قاعد يطيب، شوفوها الصوص اللون نتاعها ماهيش هيك صفرة برشا، الدجاج نتاعنا قريب يطيب. نعمل طلع على السفنيريا والبطاطا لهنا مازالوا شويه كيف ما شفتوا، نخليهم يزيدوا يغلوا شويه تقريبا درجه هكاكه، وباش نطفي عليهم خاطر في ساعه يطيبوا، يعني السفنيريا جديده والبطاطا جديده في ساعه يطيبوا. ولهنا تعديت عندي هذوما زوز باكويت نتاع ملفي محلولين، يعني حبيت نكملهم باش ما يبقوليش في الكونجيلاتور. عندي كعبتين بطاطا صمتهم رفستهم بالباهي، باش نزيد عليهم 50 غرام كيف ما تشوفوا، هذه حكه فيها 50 غرام تون، باش نزيدها على البطاطا هذيك ونفوحها بالملح وفلفل اكحل وشويه بركه فلفل مهروش، وباش نحطها في الملفي هذاك باش نطيبها، يعني بوريك بالتون والبطاطا. نجموا نتوما تحطوا الحشو اللي تحبوا عليه، انا الحقيقه ساعات نحط جبن ساعات نحط الحشو هذايا كيف ما تشوفوا، باش نحطوا بلاش عظم. نخلط جوست التون وبطاطا ولفحات كهو، مانيش باش نحط فيها العظم خاطر باش نحط في وسطها العظم ما يحب لها باش تطيب، العظمه تبقى لي نيه في وسط الملفي هذاك. نخلطها بالباهي توا بك لفحات هذيك، وبالطبيعة باش نتعدى ان نحط الحشو في الملفي هذاك ونحطو نطيبو. كيف ما شفتوا ناخذ الورقات نتاع الملفي هذوكم خاطر هما يتقصوا على اثنين كيف ما شفتوا، هذه في شكل مستطيل تتقص يعني تجيني كعبتين. خليتها لبرا يعني لين تنحى منها الثلج نتاعها ولا تطريه باش تطوعني في التسكير نتاعها، خاطر اذا تبدا ما هي تبدا مجمده راهي تتكسر. نجموا حتى لو تخلوها بالطول وتعملوها في شكل كرواسون، يبدا مالح تحطوا الحشو اللي تحبوا عليه كيف ما قلت لكم. كيف ما شفتوا حطيت الحشو هكاكا وباش نسكرها في شكل مثلث بالطبيعه، وننزل عليها من الجناب باش الحشو هذاك ما يخرج لناش. طبيعة بحذية الطبق مفروش فيه بابي كويسون، باش نحط فيه الكعبات هذوما متاع البوريك. نكمل الكعبات الاخرين بنفس الطريقة، وبالطبيعة باش نوريكم الطبق متاعي. لهنا في تركيا كيف ما قلت لكم راهو لازمة الحاجة هذه كيما نقولوا نحنا التحريشة عنا في بلاصة البريكا، عندهم هما يا اما تكون بوريك والا تكون فلفل محشي والا ورق العنب محشي والا مثلا نوع من انواع الكفته اللي تجينيه، هذيك في عود البريكه نتاعنا نحنا. نحاول كل مره هكا النوع مش نفس الحاجه، كل مره النوع. هذا البوريك نتاعنا كيف ما شفتوا بالشكل هذايا، ولهنا هذايا الطبق نتاعي بعد ما كملته. صبيت شويه حليب وحطيت عليهم شويه نسكافيه باش ندهن بيهم العجينه نتاعي هذيك. بالنسبه للنسكافيه والحليب يعطونا لون مزيان، يحمر لنا البوريك نتاعنا، وفي نفس الوقت ما تبداش فيه الزفوره نتاع العظم. اذا باش تحطوا العظم اللي يحب يحط العظم يحط بالطبيعه، انا خاطر ما نحبش الزفوره نتاع العظم في البوريك، نحاول اني نتجنبها قدر المستطاع. نحط حليب ونحط نسكافيه، ونجم حتى نحط مثلا جوز حليب هكا هو زاد يفي بالغرض راهو. بالطبيعه شعلت الفور على 180 درجه باش نحطهم يطيبوا، ونتعدوا بالطبيعه باش نحضر السلطه معاكم. لهنا السلطه نتاعي باش نحضر سلطه روسيه يسموها روس سلطه سي لهنا، اللي هي السلطه الروسيه. عندي لهنا كورنيشون هذاك مقصوص، عندي تقريبا 7 كعبات مقصوصين. عندي لهنا بطاطا وسفنيريا وجلبانه مصموتين. انتم اذا ما عندكمش الكونسيرف هذه الحاضره تنجموا تصمتوا كعبه سفنيريا وكعبه بطاطا ونص كاس جلبانه، وعندي نص كاس ياغورت طبيعي وبالطبيعه المايونيز والملح. لهنا نصب نص كاس ياغورت طبيعي كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، وباش نحط عليه 3 مغارف مايونيز. حطيت 3 مغارف مايونيز، نخلط التوصوص هذه بالباهي، نصب لها شويه بركه ملح خاطر نقرو حساب الكورنيشون هذاك اللي هو مالح. نخلط الصوص هذيك بالباهي، وبعد باش نحط فيها المكونات الكل.
صبيتك الجارنيتور هذاك اللي هو سفنيريا وبطاطا وجلبانه، وصبيت عليه الكورنيشون كيف ما شفتوا، باش نخلطهم هذوما بالباهي. وبالطبيعه من بعد باش نزيد لهم زاده القطانيه المصبره. بالنسبة للقطانية المصبرة راهي موجودة عندي في القناة الفيديو، ان شاء الله بقدرة ربي وقت اللي يجي وقتها ذكروني انا نخلي لكم نهبط لكم الفيديو ان شاء الله، نحطه لكم في المنتدى باش تنجموا تشوفوه وتنجموا تصبروا القطانية متاعكم من غير ما تبقوا تشروا حاجات هكا مصبرة. بالنسبة للكورنيشون والكونسيرف هذيك اللي متكونة من البطاطا والسفنيريا والجلبانة، راني كل شيء نعمله في الدار وحدي، ما نحبش نشري حتى شيء من برا. كيف اللي يعملوه بالضبط، كيف اللي صبروه لبرا بطريقه صحيه وما فيهاش لا مضره لحد شيء. هذه السلطه نتاعنا كيف ما تشوفوا حاضره توا، هذه السلطه روسيه حاضره، باش نحطها في طبق وبطبيعه باش نحط الطاوله. وهذا البوريك نتاعنا كيف ما تشوفوا اتحمر، باش نخرجوا زاده باش نحطه في الطبق نتاعي، وبطبيعه باش نحط الطاوله ونوريكم الدباره نتاعي. هذا البوريك كيف ما تشوفوا اتحمر ما شاء الله، من غير لا زفورة متاع ضم لحد شيء، كيف ما تشوفوا اتحمر من فوق من اللوطة على 180 درجة، طيبته تقريبا مدة 25 دقيقة. ولهنا هذه الطاولة متاعنا، هذا الدجاج كيف ما شفتوا طيب بالبطاطا والسفنيريا، يسموه طوق هاشلمة اللي هو يعني دجاج مصموط نقولوا نحنا. بالطبيعة بجنبه كيف ما تشوفوا سلطة روسية متكونة من الكورنيشون، بطاطا، جلبانة، سفنيرية، وبالطبيعة ياغورت الطبيعي والمايونيز. وهذا البوريك متاعنا كيف ما تشوفوا، وبالطبيعة الشربة متاعي مازالت على الغاز، باش ديريكت وقت لي أذن نحطها ديريكت على الطاولة. هذا كان فيديونا اليوم، وهذه كانت وصفة اليوم، إن شاء الله الفيديو عجبكم وإن شاء الله استفدتوا منه. شاي طيب وفي أمان الله. نستنى لايكاتكم، نستنى كومنتاريتكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيع متاعكم باش نجم نقدم. شاي طيبة وفي أمان الله.